بالصبر والفهم لما نفهم ان ما نحن فيه هو عبارة عن نتاج ظروف احنا ما مش السبب فيها، لا لظروف دولية صعبة لها تداعيات كبيرة جدا جدا على العالم كله، وأثرت كتير جدا جدا على تكلفة الحياة، سواء كان طاقة سواء كانت سلع أساسية أو حتى مستلزمات إنتاج. الدنيا كلها الأسعار كلها ارتفعت. ولما أنا يمكن قلت يعني إن إحنا بنستهدف 100 مليار دولار، كتير مننا كان توقف قدام الرقم وقال إشمعنى 100 مليار يعني؟ أنا عايز أقول لكم على حاجة يعني باختصار شديد جدا جدا، عندما نتمكن بإن إحنا يكون حجم الحصيلة الدولارية اللي الدولة إيراداتها يعني منها أكبر من مصروف الدولة المصرية، سواء كان بتشتري بيها طاقة مواد بترولية أو غيره، أو بتشتري بيها سلع أساسية محتاجينها لمعيشة الناس أو أي احتياجات أخرى، عندما يتساوى على الأقل دخل الدولة المصرية من الدولار ومصروفها من الدولار، صدقوني الأمور هتبقى أحسن من كده بكتير. وده جهد احنا بنبذله، والكلام ده انا يمكن اتكلمت فيه قبل كده مع الحكومة من اكتر من 3 سنين، وقلت ان احنا محتاجين نتحرك وبسرعة، ان احنا ما يبقاش عندنا ابدا غير حجم اكبر من اللي احنا محتاجينه. في كل الاحوال احنا محتاجين نعمل كده.